إذا دخل الرجل المسجد وأقيمت الصلاة وهو قد صلى ولكن الصلاة هي المغرب، فهل يعيد أم لا؟ حيث قال بعض العلماء إن المغرب لا تعاد لأنها وتر إلا إذا شفعها الرابعة، فهل هذا صحيح؟ نعم، قاله بعض العلم أن الوتر المغرب لا تعاد وترا ولكن تعاد شفعا، ولكن الصحيح أنها تعاد كما هي، وأن هذا قول لا وجه له. النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من أمراء يؤخر الصلاة عن أوقاتها قال لأبي ذر ولغيره: صلي صلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي. فإذا صلى الإنسان في مسجده أو في بيته عذر ثم صادف مسجدا يعني حاجة صادف مسجدا يصلي، فإنه يصلي معهم ولا يقل صليت فلا أصلي، بل يصلي معهم ولو كانت المغرب، ويصلي معهم ولا يزيد شيئا، بل يصلي معهم ويسلم معهم عملا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قل صلي معهم فإن لك نافلة. ولم يقول إذا كانت المغرب فزد ضحى، فصلي معهم. الرسول يعلم أن المغرب إحدى الصلوات الخمس، فلم يقل لمن أدرك الصلاة مع الجماعة صلي المغرب معهم وزدها ركعة. فلما أطلق دل ذلك على أنه يصلي معهم كما يصلون ولا يزيدها شيئا.